المؤشر الايجابي سيدي الوالي بالنسبه للولايه ان طلبوا لنا ربي يرزقنا الغيث. مع الاسف مازال استوردها غير رانا نحضر اليوم انطلاق تاع الموسم تاع البذر على مستوى الولايه والحرث. هذه نقولوا اليوم ولايتنا ولايه عامه، اليوم ولايه راهي شاسعه تاعها فيما يخص المساحات المخصصه للزراعه تجاوز 2 ملايين هكتار، والاستغلال تاعها نقولوا ضئيل وضئيل جدا. الرهان تاعنا باه نرفع من هذه المساحات المخصصه خاصه مختلف الزراعات وخاصه الحبوب. واليوم نعرفوا اليوم اهتمام كبير السلطات العموميه الدوله الجزائريه ونعطات عنايه كبيره لهذا الجانب. والحمد لله اليوم في على مستوى ولايه عامه تم اشراف على عمليه الحرث والبذر من طرف السيد الوالي، اللي وين كان ثاني رافقونا مختلف شركاء القطاع كالغرفه الفلاحيه والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين. الشيء الايجابي ان ولايه نعمات في زراعه الحبوب تنحو منحنى تصاعدي، اذ كانت المساحه ما يفوق اللي ما كانتش تتجاوز 2000 هكتار، اليوم الحمد لله الموسم السابق تجاوزنا مساحه يعني ما يفوق 5000 هكتار. احنا اليوم رانا بعدين ان شاء الله في الحرث نتاع الشعير والقمح، ورانا الحمد لله راه المدير تاع الفلاحه وتاع السي ال اس راهم استقبلونا ودعمونا وعاونونا بالزريعه، وان شاء الله يكون الخير السنه.